سيدي خذ تلبيات من قلوب وقفت هاتفة رغم الخطوب. شوف شوف عجيب، لا تصنعون ما نصنع. طيب ما تقول في رجل يرى أبا بكر ظالما؟ رجل رأى أبا بكر ظالما أو كافرا؟ ظالما خائنا غادرا. هذا لا 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 ليس عندنا هذا. أدري ليس عندكم هذا، ولكن هل تراه هذا الشخص الذي يقول هذه المقالة منحرفا مبتدعا زائغا عن الحق؟ من يرى أبا بكر ظالما؟ نعم، إذا كان يقول بأن أبا بكر ظالم هذا لا نقول أنه مبتدع ويبقى مسلم. فعلي بن أبي طالب والعباس مبتدعان إذن عندكم أنتم، لأن نحن يعني تريد، أنا أعرف أنك تريد أن تأخذني إلى الحديث الذي قال علي بن أبي طالب للعباس الذي روي عندنا. نعم، علي بن أبي طالب هذه لم يعتقد، وإنما رأى. تفضل تفضل. لا ليش أتفضل، أنت تفضل، أفع عليك القناة قناتك، بس تفضل. شيخ محمد شكرا جزيلا على التفضل. لا لا أصبر أصبر، خلي يجاوب الرجل، خلي يجاوب الشيخ. محمد بلا ضحك بلا ضحك. يعجبني أن أسمع ضحككم. أنت الآن تورت أم ماذا؟ أخبرني. قتلنا عادتنا والنصر آت والشهادات لنا والمكرمات ولنا عرش على حد الضباط شيدته كربلاء التضحيات ولهم قيء أبي بكر معين ولنا نحن حسين الثائرين.